قصدي ليه شو بدك؟ طب أنا حر. لا أنت مش حر. بلا أنا حر. هيدا أنت مش هيدا حر. هيدا برنامجي وهيدي قواعد البرنامج ومضطرة أبداً تفتحي. أنت منك حر. طيب تفضلي. أنا حرة بتليفوني بس أنت منك حر بتليفوني. شو في بيعلقوا هيدا التليفون؟ أنت حر بتليفونك. طب فيني سمعك شي؟ سمعني شي؟ إيه؟ هيدا بعد ناقص نغني للبسينات يعني. هيدا بعد ناقص احنا ما غنينا لشيء للبسينات. ليه زعجتك هالغنية؟ والله مش زعجتني بس انه كتير يعني كتير عن جد يعني كتير عم يعني المستوى صار هلا يعني هيدا الغنية مستوى واطي بتعتبريها؟ مش مستوى هلا الايقاع والموسيقى حلوين يعني برقصوا بس منا هالغنية يعني شو بتقولي لها؟ بس بوس ودبدوب خلص بقى ما عجبتك ابدا ها؟ لا طيب رح روح معك للفضيحة السوداء يا رب دخلك يا رب هي فضيحتك السوداء فضيحتك؟ اكيد ايوه ما اطلب منك تفتحيها والكاميرا ما حتشوفك مش لاني خيفاني اني افتحها ولا اني خيفاني لانه عندي فضايح انا ما عندي شيء ابدا انا تابيولا رازا صفحه بيضاء هيدي ما تشبهني ابدا 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 اوكي افتحيها طيب شوفيها نو بدي اياك تشوفيها ما في داعي اعذب حالي بدي اياك تشوفيها ما بدي اشوف انت الك معي لشوف ولا ما اشوف أنا إلي معك تشوفي وما إلي معك إنك تعرضي ما بدي أشوف ولا بدي أفتح أنا اليوم كنت كتاب مفتوح طب افتحي هيدي ما في داعي خليك تكون كتاب مفتوح باللي بقلبها آخر همي شو فيها ما بقى يعني لي أصلاً أنا ما عندي شي لخبيه أوكي أوكي طيب أنا كنت عارف إنك ما رح تفتحي السندلز هيدا أول شي مش قصة مني كنت عارف هلا مش عم تتنبأ أنت بلا عم بتنبأ لا أبداً أنا رح فرجيكي إنك ندمتي فتحت الشنطة لأنه الشنطة فيها هيدا دخل قلبك أنا شكرا ما بدي إياكي تحكي ولا كلمة ندمتي ولا لا ندمت عن جد معي هاي الرسالة بدي فرجيك إياها يا رب شو هي وقولي إذا أنا غلطان أو لا بس هيدي إنه في شيء بيشبهني فيها أوه ماي جاد بس هي كيف وصلت لعندك؟ افتح اقريها بس انا هيدا الشيء لالي خاص فيني يعني هيدي يعني هيدي قضيت عليكي يعني هيدي مثلا اخر جمله بتكتبيها بمسيره حياتك انت الله اكبر صح انا ولا ما بدي لا. اتذكر هيدا الشيء عن جد صح اذا بتذكر صح او لا اذا بتذكر هيدا الشيء المكتوب هون عن جد بتضايق لانه يعني كانت عن جد شو قصتها هيدي كتبتها من بعد ما رجعت من مستشفى من إحدى المستشفيات الموجودة بلبنان بعد عن جد ما تعرضت ل وقف قلبي للحظات وهيدي الذكرى يعني ضايقني كتير بس أتذكرها عن جد كرمال هيك كتبتها على ورقة وخبيتها عندي بس بدي أقول مرسي لسارة أنا سارة سارة اللي عن جد هي قدرت أمنت لي إياها وقف قلبك متي عشتي قلت إن الله حق صح وأخيراً ما زالت تلك اللحظة داخل خبايا الذاكرة لم تكن حلماً أو كابوساً إنما موتاً داهم قلبي لثوان وفارقت الحياة بتاريخ 17/5/2017 الساعة الثانية 2:30 فجراً شو كنت عم تعملي؟ شو صار معك؟ عملية شو كنت عم تعملي؟ ما في داعي اقول لك ليه؟ لانه كنت عن جد عمليه يعني عمليه عن جد هيك كنت اتضايق وقتها اطلع على مسرح وكعب عالي كانت عمليه مزق افتاء هي حكيتها بالعربي الفصيح كان الممرض هنيك حط لي ابره بالغلط وكانت لحدا تاني وفقدت السيطره على كل شيء بجسمي متي حسيتي حالك متي؟ وقف قلبي وصار ضغطي يطلع وينزل وهيدي عن جد هاللحظة بدك الخزقة؟ لا
خليها فضل اني خليها تتذكر شو صار. ليلى عبود اهلا وسهلا فيك. ثانك يو لك. شكرا كثير لحلقه مع تمام الليله. بتعرفي محبتك انت عندي قد ايه، وانت بتعرفي معزتك. انا على الصعيد الشخصي بحترمك، انت اب وصاحب عائله وعندك مبادئ. على الصعيد العملي انت انسان ناجح. شكرا. وعن جد كايد كثير من المنافسين. حبيبتي كلك ذوق. ان شاء الله جود لك بحياتك ومسيرتك، وان شاء الله بتقشع الخير كيف ما برمت. ميرسي كثير. ثانك يو لنيو تي في.